السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، مرحبا بكم. حلقة اليوم جبت لكم الدواء ديال الجهاز التنفسي، دواء ديال التهاب الجهاز التنفسي عن الطيور اللي تحتوي على مواد طبيعية، لأن كاين بزاف ديال الأدوية اللي هي أغلبية كتكون كاملة كيميائية. وأنا كنطرح عليا بزاف ديال الأسئلة على القناة أو على الفيسبوك أو الواتساب، خويا نجيب بغينا دواء جهاز تنفسي يكون طبيعي. إذا اليوم أنا جبت لكم منتوج يحتوي على مواد طبيعيه، وهذا المنتوج هذا اللي كتشوفوا امامكم هنايا هو سيري ريسبير ديال شركه لاتاك الاسبانيه. لو دخلتوا قلبتوا على هذه الشركه هذه غتلقاوها كتستعمل مواد طبيعيه، واغلبيه المنتوجات ديالها هي طبيعيه. سيري ريسبير كما كتشوفوا هنا راه تيجينا مسائل وتيجينا حتى مسحوق. ها هو السائل اخوت كاين 20 مليلتر، كاين 150 مليلتر، وتقدر توفر لكم الشركه حتى ايترو. بالنسبه للبودر كاين 150 غرام، كاين 500 غرام اللي هي نص كيلو عفوا، يقدروا يديروا لكم حتى كيلو. سيري ريسبير الخوت كما قلت لكم منتوج تتوفر على مواد طبيعيه. من هذه المواد هذه كاينه هناك اربعه ديال الزيوت الاساسيه. الزيت الاول هو الزيت ديال الكافور، كلكم كتعرفوا الكافور والفوائد ديالو. اذا الزيت الاساسي ديال الكافور، الزيت ديال النعناع، الزيت ديال الصنوبر، واخيرا الزيت ديال اكليل الجبل. وحنا المالح بزاف المالح تيستعملوا اكليل الجبل، منقوع ديال اكليل الجبل للطويرات ديالهم. اذا هنا عندنا اربعه ديال الزيوت الاساسيه اللي كاينين في هذا المنتوج هذا اللي كتصلح للطيور. كاين اصلا مواد اخرى، ولكن انا بغيت نتكلم على هاد المواد هذو اللي هي مواد طبيعيه وزيوت اساسيه كنعرفوا الفوائد ديالها الجهاز التنفسي لا عند الطيور او لا حتى عند الانسان. بالنسبه لهذا المنتوج انا حاليا راني انا شخصيا خدام به الخوت وكنستعملو الطويرات ديالي، وخصوصا هاد الطيور هادو. عندي هاد الانثى هادي ديال الفايف فونسي راها واجده، راه الخوت كتصيب في العش. نحاول ندور لكم واحد شويه، راه عندها العش ديالها ديجا كتبدا تصيب، ديجا كتوكل مع الذكر، ديجا تكلقحها، ولكن انت عندها مشكل في الجهاز التنفسي. وانت جديده يلاه جبتها غير نهار الاربعاء، جبتها واجده، عطيتها الذكر دغيا مباشره الزوجه الشيويه، ولكن رغم ذلك خصني نعطيها الدواء. كاين اللي غايقول لي اخويا نجيب واش يمكن لي نعطيه هاد الدواء هذا في الفتره ديال التزاوج؟ نعم، هاد الدواء هذا نقدر نعطيوه في الفتره ديال التزاوج والانتاج والتوكل ديال الفريخات، لان ما تيشكلش خطر على الطيور. ما يقولش لينا ما يقولش شي واحد هكا راه الدواء هذا غيدير لك العقم ولا شي حاجه، ديك الهضره ما كايناش. ما تيديروا الادويه ما كدير لها عقم لا حتى شي حاجه، نقدروا ندعاجوا الطيور ديالنا في الفتره ديال التزاوج وديال الانتاج. ما يمكنش لينا حتى الطيور فتره التزاوج مريضه وما نعطيوهاش الدواء، نخليوها حكا راه كتوكل ولا ما غادي تصاب العقم. لا، خصنا نداويو الطوارات ديالنا. صافي، كنتي خايف من العقم اخويا، عزل الطوارات ديالك واعطيهم الدواء، ومن بعد تفكر في الانتاج. يعني دائما نفكروا اول حاجه الخوت في الصحه ديال الطويرات، ماشي في جيبنا وفي الربح المالي. هذا المنتوج هذا عاوتاني باش مزيان هو اننا نقدروا نستعملوه مع منتوجات اخرى، يعني مع برودويات اخرى. مثلا كنعطيو المنتوجات ديال تجهيز الطيور، نقدروا نعطيو في نفس الوقت سيري ريسبير، كنعطيو مضادات حيويه، ادويه كنعطيو في نفس الوقت سيري ريسبير. يعني راه ما كاين حتى شي مشكل الخوت، يعني في نفس الوقت نقدروا ان نعطيو هذه المنتوجات مع اي دواء اخر، مع اي مكمل غذائي اخر في نفس الوقت. ما تخافوش ما غاديش ياثر. بالنسبه للخوت الطريقه ديال الاستعمال ديال سيري ديال شركه لاتاك الاسبانيه، بالنسبه للخوت الطريقه ديال الاستعمال هي من 10 حتى ل 15 القطره في 100 مللتر ديال الماء. 10 15 قطره في 100 مللتر من الماء لمده ما بين 5 ايام حتى 7 ايام. نقولوا مثلا حنا 7 ايام اولا اسبوع ديال العلاج، كنقدموه اسبوع وكنخليوه راحه اسبوع، ونعاودو نقدموه للمره الثانيه الاسبوع الثالث. يعني الاسبوع الاول علاج 10 قطرات او 15 في 100 مللتر ديال الماء يوميا لمده اسبوع، والاسبوع الثاني راحه، والاسبوع الثالث علاج حتى يتعالج لنا الطائر ويتحيد منه المرض اللي هو مرض من امراض الجهاز التنفسي. ايضا بالنسبه للناس اللي تكونوا، لان الجهاز التنفسي والتهاب الجهاز التنفسي كثيره، يقدر يكون شي مرض اخر حتى هو مؤثر على الجهاز التنفسي وعنده دواء خاص به، نقدروا نعطيوهم جوج في نفس الوقت، ما كاين حتى شي مشكل، ما تخافش.
بالنسبه لي بودغ، الطريقه ديال الاستعمال ديالو كنعطيو ما بين 10 حتى ل 15 الغرام، من 10 حتى ل 15 الغرام الخوت. ها هي كاينه هنايا الاسبانيه، في شحال؟ في 1 كيلوغرام ديال الباتي. هنا من 10 حتى ل 15 القطره في 100 مليلتر ديال الماء، وهنا من 10 حتى ل 15 الغرام في 1 كيلوغرام ديال الباتي. وغالبيه ديال هاد المنتوجات الخوت راه كدار، يعني حتى المسحوق حتى هو كنقدروا نديروه في الماء، بحال المنتوج اللي تكلمت عليه، حطيت لكم فيديو ديالو البارح اللي هو سيري ريسبير. نو سمحوا لي، هذا هو سيري ريسبير ديال بري بيوتيك اللي تكلمت عليه. هذا قلت لكم ديروه غير في الباتي، لا نقدروا نديروه حتى في الماء الخوت، هذا في المنتوج تاعو نقدروا نديروه في الماء. اذا كما كنشوفوا راه عندنا السائل وعندنا البودغ، لان كاين ناس بزاف تيبغيو تيفضلوا المسحوق، وكاين الناس اللي تفضل الليكيد. كما قلت لكم حتى هو بنفس الطريقه، المده ديال 5 ايام حتى 7 ايام، و 7 ايام راحه، ونعاودو نقدمو العلاج مره اخرى. كما قلت لكم الخوت ما تخافوش من هاد المنتوجات هادو، تحتوي على مواد طبيعيه، تاريخ الصلاحيه ديالو راه كبير. بحال دابا هذا اللي هو بودغ راه حتى 2025، هذا اللي هو سائل 10/10/2024. الخوت هاد المنتوجات راه متوفر عندي، اي واحد بغى شي حاجه مرحبا به، راه يقدر يدوز كوموند ونصيفطو ليه. هاد الفيديو غنحطو لكم اما اليوم السبت او غدا الحد ان شاء الله، اثنين وثلاث بالنسبه للناس اللي زرباني باغي نصيفط لهم المنتوجات هاد، اثنين وثلاث ان شاء الله هو اخر اجل باش الناس تدوز كوموند ونصيفطوه اليوم للمغرب. من هنا من 15 يوم بطبيعه الحال، غير هو اثنين وثلاث هو اخر اجل باش انا كنجمع البرودويات وكنصيفطهم ليونس ابو البراء اللي هو غيجمع السلعه كامله ويصيفطها ان شاء الله للمغرب. اذا نتمنى انني خوت نكون فدتكم في هذا الفيديو، هذا سيري ريسبير ديال الجهاز التنفسي للوقايه والعلاج بطبيعه الحال. ما تنساوش تساندوني عن طريق اللايك الخوت، لي كومونتير، شوفوا الفيديو كامل، ولما لا تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم على الفيسبوك او على الواتساب. وانا وصلنا لاخر الفيديو، نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.